شيء النادي الأهلي ينظر فقط إلى المكسب في هذه المباراة بغض النظر عن كيف سيلعب نادي الزمالك، مين اللي هيلعب باسم نادي الزمالك. في النهاية نادي الأهلي سيلاقي نادي الزمالك في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع. إيه اللي هيحصل في المباراة؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله الساعة 7:30، وبعد قليل طبعا هنقول لحضراتكم إيه هي التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي في هذه المباراة. خلينا نبدأ مع حضراتكم أول حاجة أو أول فقرة عندنا النهاردة، جرافيك هذه المباراة ونشوف الأرقام بتقول لنا إيه. الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020 مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع، النهاردة الاثنين 24 فبراير 2020 النادي الأهلي يلاقي نادي الزمالك. قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، محمد هاني، أحمد فتحي، محمود متولي، علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، عمرو السولية، أفشة، أحمد الشيخ، جيرالدو، حسين الشحات، أليو ديانج، وليد سليمان، حسام عاشور. خط الهجوم: مروان محسن وأليو بادجي. غيابات النادي الأهلي عن هذه المباراة: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، جونيور أجاييه، رمضان صبحي، كهربا، محمد محمود، حمدي فتحي. مديرا فنيا للنادي الأهلي رينيه فايلر. موقف النادي الأهلي ونادي الزمالك في الدوري العام المصري: النادي الأهلي 15 مباراة، 15 فوز، لا تعادل، لا خسارة، 43 هدف سجلهم النادي الأهلي، 3 أهداف فقط استقبلتهم شباك النادي الأهلي، 45 نقطة من 15 مباراة في المركز الأول. أما نادي الزمالك 15 مباراة، فاز في 9، تعادل في 4 مباريات، خسر في مباراتين، 22 هدف سجلهم النادي الزمالك واستقبلت شباكه 11 هدف، عنده 31 نقطة في المركز الثالث. مواجهات النادي الأهلي ونادي الزمالك في كل البطولات: في الدوري العام المصري الفريقين 118 مباراة، النادي الأهلي فاز في 44 مباراة ونادي الزمالك فاز في 26 مباراة وتعادل في 48 مباراة. أهداف النادي الأهلي في الزمالك 144 هدف، أما أهداف الزمالك في النادي الأهلي 100 هدف. في بطولة كأس مصر لعبوا 31 مباراة، 16 مباراة فاز فيها النادي الأهلي، أما نادي الزمالك فاز في 10 وتعادل في 6 مباريات. 57 هدف أحرزهم مهاجمي النادي الأهلي خلال 31 مباراة في شباك نادي الزمالك، و46 هدف أحرزهم مهاجمي نادي الزمالك في نادي الأهلي. أما في البطولات في كأس السوبر لعبوا مع بعض 7 مباريات، النادي الأهلي فاز في 3، نادي الزمالك لم يفز في ولا مباراة، تعادل في 4 مباريات. أهداف النادي الأهلي 8، أما أهداف نادي الزمالك 4. البطولات الإفريقية لعبوا 9 مباريات، فاز النادي الأهلي في 5 مباريات، فاز نادي الزمالك في مباراة وحيدة، تعادل في 3 مباريات، النادي الأهلي 15 هدف أما نادي الزمالك 9 أهداف. أما تاريخ مواجهات النادي الأهلي ونادي الزمالك في الدوري العام المصري: 118 مباراة، النادي الأهلي فاز في 44، نادي الزمالك فاز أو تعادل في 48 مباراة، والنادي الأهلي هزم في 26 مباراة، وأهداف الأهلي 144 وأهداف على الأهلي 100 هدف. أما بطولات الأهلي والزمالك: الدوري العام المصري النادي الأهلي فاز في 41 فوز بالدوري العام المصري، أما نادي الزمالك 12 فوز. كأس مصر 36 للنادي الأهلي، 27 لنادي الزمالك. كأس السوبر المصري 11 للنادي الأهلي، 4 لنادي الزمالك. دوري أبطال إفريقيا 8 للنادي الأهلي، 5 لنادي الزمالك. كأس الكؤوس الإفريقية 4 للنادي الأهلي ومرة وحيدة لنادي الزمالك. كأس الكونفدرالية مرة للنادي الأهلي ومرة أيضا لنادي الزمالك. كأس السوبر الإفريقية 6 مرات للنادي الأهلي و4 مرات لنادي الزمالك، أما الكأس الأفرو أسيوية مرة وحيدة للنادي الأهلي ومرتين لنادي الزمالك. النادي الأهلي أحرز 43 هدف في الدوري العام المصري حتى الآن مقسمة على 90 دقيقة كالآتي: في الشوط الأول في أول ربع ساعة 5 أهداف، أما في الربع ساعة الثانية من الدقيقة 16 للدقيقة 30 4 أهداف، ثم في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول 3 أهداف.
مع بداية الشوط الثاني 7 أهداف، ثم من الدقيقة 61 للدقيقة 75 7 أهداف، وفي الربع ساعة الأخيرة كأكثر معدل تهديفي للنادي الأهلي من الدقيقة 76 للدقيقة 90 17 هدف من 43 هدف، 3 أهداف فقط استقبلتهم شباك النادي الأهلي في 15 مباراة. الشوط الأول دائما ما يكون النادي الأهلي أو بيخرج النادي الأهلي بدون استقبال أي أهداف، أما مع بداية الشوط الثاني 2، ثم في ربع ساعة قبل الأخيرة 1. طيب، نادي الزمالك أحرز 22 هدف في الدوري العام المصري مقسمة على 90 دقيقة كالآتي: 6 أهداف في الربع ساعة الأولى، ثم 2 في الربع ساعة الثانية، 4 أهداف في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول، ثم مع بداية الشوط الثاني أو ربع ساعة الأولى من الشوط الثاني 3 أهداف، ومن الدقيقة 61 للدقيقة 75 3 أهداف، ثم الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة 4 أهداف، ليصبح أعلى معدل تهديفي للاعبي نادي الزمالك في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة. 11 هدف استقبلتهم شباك النادي الزمالك مقسمة على 90 دقيقة كالآتي: 7 أهداف في الشوط الأول، ثم 4 أهداف في الشوط الثاني، 3 في الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الأول، و4 في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول، مع بداية الشوط الثاني 2، ومن الدقيقة 61 للدقيقة 75 هدف وحيد، والربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة 1 أيضا. قائمة الهدافين للدوري العام المصري: عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز في المركز الأول ب 12 هدف، محمد شريف لاعب نادي إمبي في المركز الثاني 9 أهداف، وليد سليمان لاعب النادي الأهلي 6 أهداف، حسام حسن لاعب نادي سموحة 6 أهداف، ثم سيف الدين الجزيري لاعب نادي المقاولين العرب 6 أهداف، ثم جونيور أجاي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ومحمد سالم من المقاولين العرب، ولكل منهم 5 أهداف. جدول ترتيب الدوري العام المصري للموسم 19-20 2019 يعني 2020: الأهلي في المركز الأول من 15 مباراة ب 45 نقطة، المقاولين العرب في المركز الثاني من 17 مباراة ب 32 نقطة، نادي الزمالك في المركز الثالث من 15 مباراة ب 31 نقطة، بيراميدز في المركز الرابع من 17 مباراة 29 نقطة، ثم نادي الاتحاد السكندري من 17 مباراة 27 نقطة، نادي سموحة في المركز السادس من 17 مباراة 24 نقطة، إمبي في المركز السابع من 16 مباراة 24 نقطة، الإنتاج الحربي في المركز الثامن من 17 مباراة عنده 23 نقطة، الإسماعيلي في المركز التاسع من 17 مباراة عنده 21 نقطة، المصري في المركز العاشر من 16 مباراة 20 نقطة، ثم نادي حرس الحدود في المركز الحداشر من 17 مباراة 19 نقطة، الجونة في المركز الاثناشر من 17 مباراة 19 نقطة أيضا، أسوان في المركز الثلاثاشر من 17 مباراة 18 نقطة، طلائع الجيش في المركز الاربعتاشر من 17 مباراة 15 نقطة، ثم نادي طنطا في المركز 15 من 17 مباراة 15 نقطة، مصر المقصة في المركز 16 من 17 مباراة 14 نقطة، وادي دجلة في المركز قبل الأخير من 17 مباراة 14 نقطة، ثم نادي مصر في المركز الأخير من 17 مباراة 11 نقطة. طاقم التحكيم لهذه المباراة: حكما للساحة جدي ميناس ماسيكا حكم ساحة، وحكم مساعد فيتوتاس ساميكوس، وكاسلوسكاس ده الحكم الثاني، أما الحكم الرابع وداناتاس رمساس. يعني ما طبعا زي ما حضراتكم عارفين مجموعة من طاقم التحكيم من ليتوانيا، فالأسماء بتبقى صعبة شوية، لكن في النهاية هو ده طاقم التحكيم الذي سيقود هذه المباراة.